في شهر الامارات للابتكار ابتكرنا ابلكيشن يحسب لك درجه الرمايه دايركت، يعني بدال ما ينزل المدرب ويحسب الدرجه يدويا، خلاص الحين على الابلكيشن مجرد ما انك تاخذ صوره تنزل لك الدرجه دايركت، توفر علينا جهد ووقت ومبالغ ماليه كبيره، بحيث ان الهدف تقدر تستخدمه اكثر من مره، فالابلكيشن يميز الهدف الرمايه القديمه عن الرمايه الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وياكم خالد مرزوقي بدائره الاسكان. بمناسبه فعاليات شهر الامارات للابتكار حبينا نعرض عليكم فكرتنا ان نعرض تصاميم البيوت باستخدام الواقع الافتراضي. هالخاصيه المواطن يقدر يلبس نظاره الفي ار يشوف شكل البيت من الخارج ومن الداخل، ويشوف بشكل طبيعي اكثر. يقدر يشوف البيت المنظر الخارجي، الواجهه، السور، البيبان، من داخل يقدر يشوف توزيع الغرف. وهذا يسهل على المواطن اختيار البيت المناسب له، ويسهل علينا نحن بناء البيت المناسب للمواطن. مشاركتي في شهر الامارات للابتكار مشروع بعنوان تطوير التقنيات الجزيئيه للكشف الدقيق عن اثار الخنزير في الاغذيه الاكثر تعقيدا في التصنيع مثل حلاوه الجيلاتين. في هذا البحث قمت بتطوير بروتوكولات للكشف الدقيق عن هذه الآثار، وذلك لأسباب صحية ودينية، وحسب لوائح الحفظ والسلامة الغذائية المعتمدة دوليا ووطنيا. طبعا هالشيء وايد صعب لما توصلت له، وهذا يعني توصلت له من خلال الفحص الجيني.